بعرض وطول الملعب، يعني الباكين على الباكين، سنتر هاف قدام لاعب الدايره لتحت، الجناح مع الجناح طول الملعب. محمد ابراهيم يلعب للاحمر، يقدر يعدي الاحمر، يسيب الكره، يقدر يعدي، يقدر يفوت وياخد رميه جزائيه، واللي يفوت يشوط، واللي يشوط ياخد رميه جزائيه. هو اسلام حسن، رميه جزائيه، رميه جزائيه. نص دقيقة، الأحمر ومجايز، ويحرز الهدف الأحمر زي ما هو عايز على شمال مجايز. صورة طبعا تعبر. مهندس خالد عبد العزيز بيهني منصور أريمو، دكتور خالد، دكتور حسن مصطفى. واحد وعشرين 19، 10 ثواني وينتهي اللقاء. عشر ثواني وينتهي اللقاء. الفراعنة يتقدموا لحصد الميدالية الذهبية. مروان رجب واللاعبين طبعا فرحة ما بعضها فرحة، فرحة ما بعضها فرحة، فرحة ما بعضها فرحة. لسه عشر ثواني اهو بينتهي اللقاء. فرحة ما بعدها فرحة. مبروك 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 لمنتخب مصر، هارد لك للمنتخب التونسي، مبروك للجمهور اللي حضر هذا اللقاء، مبروك للدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد، مبروك بالحصول على الميدالية الذهبية. مبروك لمروان رجب، خالد بندق، حمادة النقيب، عمر شوقي، دكتور كريم، دكتور سامح، كل اللاعبين ألف مبروك. هاي مباراة كبيرة، مباراة كانت فيها الحماس والقوة والندية من الفريقين. عموما نطير سريعا للاستوديو التحليلي و الزملاء الاعزاء بديع بن جمعه وشريف مؤمن وسامي السعيدي، فاليك الكلمه بديع.